تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها توكما فيها حتما نبني البيوت وتنهى تلك البيوت لا داوى للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بسوء أو شو خاب بانيها ولو كانت الدنيا تدوم لمخلوق لكان صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا لكن الدنيا تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي وأصلي وأسلم على رمز الكمال والجمال صاحب الخلق العظيم في القرآن الكريم سيدنا رسول الله صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. جمع الطيب الكريم، كما بدأنا الليلة بالقرآن هيا بنا لنسعد مع مسك الختام بالقرآن. وقارئنا إذاعي وعلم لا يحتاج من ضعيف مثلي لكلام، فقد غود بصوته العذب في معظم دول الإسلام، أمتعهم بمعجزة العزيز العلام، فبعد سماع صوته العذب آمنوا برسالة سيد الأنام. أدعو المولى العلي القدير لا حرك أن ينجيه ربي من كل ألام، وأن يجعل لياليه كلها خير وسلام، فهو علم من الأعلام. شيخنا حرك صوته العذب للهم فارج، فهو علم مصر في الختام في سورة المعارج. شيخنا حرك قارئ متقن ومجيد، وشوق من عشق القرآن مقامات وقراءات لسماعه يزيد، فهو المميز في سورة الحديد. شيخنا حرك صاحب صوت قاوات، وقبل التلاوة والقرآن إنسان، فهو علم مصر في الدخان والرحمن. شيخنا حرك للهموم فارج، فهو المميز دائما في العنكبوت والمعارج. قارئنا لا يحتاج مني إلى تجميل، فمعدنه الأصيل وصوته الجميل جعله في العالم عنوان ودليل. شيخنا عبد الناصر حرك الكل في الإسماعيلية لسماعك مجموع، لأنك ملك المقامات والخشوع، وإذا سمعت لك الآذان فأنت صاحب الصوت العذب المسموع، وإن نظرت إليك العيون من جمال وجهك ونور تلاوتك سالت الدموع، وإن أطفأت علينا الأنوار يوما واشتد الظلام يا حرك فصوتك العذب يغني عن ضياء الشموع. فأدعو لك ربي ألا تتركنا إذا رأيت في عيوننا الدموع يا صاحب صوت الينبوع. فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، أقول لمن ليس معه مال ويريد أن يعمل العزاء قاصر وأمام الناس يتفاخر، فليأتي بفلاشة عليها الدكتور عبد الناصر فتصبح الليلة عزاء ليست قاصر. فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك ملك المقامات بمصر والوطن العربي والعالم الإسلامي كله. أنت في طريقك مررت بأبو حماد، فأتى من بعدك للعزاء كل العباد، ونحن في ليلتك الكل بك أشاد، ومن قراءتك الكل استفاد. أدعو القارئ الدكتور عبد الناصر حرك لمنصة التلاوة داعيا له بالتجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. يا فضيلة الدكتور الليلة مليئة بالجمهور، فببركة القرآن لا تتركنا قبل ساعة السحور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين تقينا مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء حسابا. رب السماوات وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح والملائكة
صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. لا عبرة، لا عبرة، لا عبرة لمن يخشى. إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. لا عبرة، لا عبرة، لا عبرة لمن يخشى. إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك
ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما لكم ولأنعامكم. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها لا إله إلا الله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ما تزعلش.
تقدرش على زعل. ماشي ماشي، بس اقدر ازور بس شويه. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. ليلة الدكتور حاق ناجحة لأنه ختم بكلمة الفاتحة والناس له مسامحين رغم أنه لم يدب بخاطرهم ويمتعهم بالحمد لله رب العالمين. العلم القرآني الإذاعي الكبير قارئ المقامات الأول بمصر والعالم بأجمعه فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، علم الإذاعة المصرية وقارئ إذاعة القرآن الكريم والمقيم بمدينة الألف مأزنة بمحافظة القاهرة. جماعة الطيب الكريمة، الشكر موصول باسم المعلم عصام حجازي، علم الواجب وعلم التجارة بجمهورية مصر العربية، الوالد الكريم الحاج ماهر حجازي قاضي العرب وعلم الواجب، وباسم الأستاذ سيد حجازي السيد، وباسم المهندس محمد موسى حجازي نجل الراحل الكريم، وباسم البشمهندس صلاح الخضيري وكل أعلام الواجب بمحافظة الإسماعيلية، إلى كل من أتى ليقدم واجب العزاء، وإلى الهندسة الإذاعية الأولى في العالم المهندس العالمي وحيد الخولي والحاج أحمد الخولي تحت إدارة صاحب المؤسسة العالمية للصوتيات الأولى في مصر
الحاج محمد الخولي العوازقة هي شرقية. شكرا موصول للقصر الضيافة ولؤلؤة الأنوار الحاج محسن صقر وأولاده الأعلام، خدمات الفندقية المتميزة الحاج محمود حسن وأولاده الأعلام، شاشتنا الذهبية في الإخراج والتميز مهندس المهندسين صلاح جاهين جمع الطيب الكريم. انتهت الليلة القرآنية بختام ملك المقامات عبد الناصر حارك، والذي ساعدنا فيها أيضا بوجود العلم القرآني الكبير معلم القراءات العشر بمحافظة الإسماعيلية فضيلة القاهر الشيخ وجيه الهنداوي. ليس بعد الأعلام كلام غير الصلاة على النبي وأجمل سلام.